الحلو. إذا كان اللقاء الذي وجهت حياله دوائر القصر الجمهوري بدعوات إلى 20 شخصية لحضوره يوم الخميس المقبل في بعبدة أطلق عليه عنوان اللقاء الوطني وليس صفة سياسية، فإن مشاركة جميع الأفرقاء فيه بحسب أوساط مطلعة ومعنية يندرج في إعادة تأكيد ثوابت حماية الوحدة الوطنية وتحصين العيش المشترك وخنق الفتنة في مهدها، بحسب هذه الأوساط التي نفت كل ما يقال عن أن الهدف في اللقاء هو تعويم فلان وفليتين. وانطلاقا من هذا التوضيح وفي موازاة الاتصالات القائمة والتحركات لتأمين مشاركة كل المكونات وفي مقدمة المساعي جهود الرئيس نبيه بري، فإن التعويل على نتائج اتصالات الساعات 48 المقبلة محك قوي لتوضيح الصورة بوجهة انعقاد اللقاء الخميس أو سوى ذلك. على الرغم أن مسألة المشاركة المطلوبة في اللقاء المكونات المسيحية غير التيار الوطني ضبابية حتى الآن، إلا أن أنظار تتجه إلى اجتماع رؤساء الحكومة السابقين حريري السنيورة ميقاتي سلام مطلع الأسبوع، على أن نتائج الاجتماع نقطة محورية في تقرير مآل عقد لقاء بعبدة. بالتوازي، الوزير جبران باسيل أجرى منذ بعض الوقت مطالعة سياسية ومالية واستراتيجية في كلمة نارية استمرت إلى ربعها الأخير، وأكد فيها أن لا انتصار من حدا على حدا، وأن مواجهة ما يحاك للمنطقة تفترض تضافر جميع اللبنانيين من جهة، ومؤكدة من جهة ثانية على حاجتنا الملحة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وقال إن لبنان هو التوازن بين شرقه وغربه. على الصعيد المالي، السيار في أعلن التوقف عن خدمة $200، والأسبوع المقبل سوف يجري التقويم ما إذا كان هناك عمل لردم الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الشرعي والسعر السياري. في هذا الوقت التحضيرات قائمة في مطار رفيق الحريري الدولي لاستعجال الطائرات الخاصة بعد يومين وطائرات الركاب العادية أول الشهر. في الغضون يسري في الكواليس المعارضة، لماذا لا تطرح استراتيجية دفاعية من جديد وفي شكل جدي؟ أما في كواليس أهل العاصمة بيروت فإنهم يشعرون بالافتئات على مصالحهم وعلى وجودهم وعلى مؤسساتهم ومشاركتهم وإشراكهم في الحياة الاجتماعية والسياسية وسواها. معنا مباشرة العميد الركن المتقاعد محمود الجمل مباشرة في الاستوديو لنتحدث معه عن شؤون الوطن وشؤون العاصمة. أهلا وسهلا فيك جنرال. شكرا سيد جلال. نحن اليوم يعني بتفصلنا 4-5 أيام عن لقاء يطلب عقده في القصر الجمهوري في بعبدة، فخامة الرئيس حضر الدعوات ووجهها إلى الرؤساء الجمهورية والحكومة السابقين وإلى رؤساء الأحزاب، وطبعا رئيس بري كرئيس مجلس تولى يعني العمل أنه يصير فيه مصالحات ويدعي الكتل رؤساء الكتل النيابية. حضرتك عميد ركن ومخضرم بين السياسي وبين الميدان، نحن نعرف عن محمود الجمل أنه مستشار رئيس الحريري، كان بالمؤسسة الجيش اللي بيحبها كل الشعب اللبناني طبعا. كمان كان ناشط. شو رأيك بالتحضيرات لاجتماع بعبدة؟ شكرا مرة ثانية سيد جلال، شكرا لتلفزيون لبنان اللي استضافنا، تلفزيون لبنان الوطني الشرعي. لا شك أنه هذا اللقاء يجب أن يكون محضر له تحضير جيد وتحضير ممتاز، وهذا الشيء أكيد لا يخفى على أحد، إلا أن جدول أعمال هذا المؤتمر يجب أن يكون واضح ويجب أن يعلن ويجب أن يكون بتناول الجمهور بصورة أكيدة قبل الموعد بفترة واضحة. يعني برأيك أن الاتصالات اللي عم تجري كان مع رؤساء الحكومات السابقين أو مع غيرهم، مع من يعني يفترض أنه الرئيس بري وطبعا دوائر القصر الجمهوري تكون عطيت بعد يعني ملامح هذا الجدول اللي عم تحكي عنه؟ فيما خص هالحضور، نحن لا شك أنه التحضيرات اللي عمالة بتتم حاليا تحضيرات حثيثة وعلى مستوى كافة المرجعيات السياسية، إن كان عبر الرئيس بري ولا عبر رؤساء الحكومات السابقين أو غيرهم من الأطراف المدعوة إلى هذا المؤتمر. ولكن تحديد جدول أعمال هذا المؤتمر يجب أن يكون مثل ما محدد، يجب أن يكون محدد مسبقا. يعني اليوم ما بيخفى على أحد الصراع اللي موجود في الداخل، هذا صراع على مواقف
تتعلق في الداخل اللبناني وفي السياسي العامي للبلد. في تباين بوجهة النظر، نحن طبعا في خلافات كتيرة حاليا ما بين أطراف البلد، الأطراف الموجودة بالحكم، الأفريقاء طبعا، واللي اليوم في مركب المعارضة. يجب أن لا يكون لقاء بعبدة اجتماع يؤمن تغطية إلى أحد على مواقف معينة. يعني اليوم في مواضيع خلافية أساسية في البلد، في منها ما يتعلق باستراتيجية الدفاعية، منها ما يتعلق بسلاح حزب الله، منها ما يتعلق بالسياسة الاقتصادية، الإصلاحات المطلوبة. اليوم في توجه مثلا على سبيل المثال في طلب أو في تأكيد على أنه يجب أن يتوجه لبنان باتجاه الشرق، أي إلى روسيا والصين وإيران. طيب هذا الطرح إذا تحقق عليه مترتبات سياسية واقتصادية هائلة على البلد، هل نستطيع تحملها؟ اليوم بعد ما انبت لحد هلا سلاح حزب الله وما هو. بس جنرال هون بدي اقول لك انه بدون ما يتوجه للشرق او للغرب، في عندك 20 شركة صينية عم تشتغل بلبنان. نعم. يعني انه هو هو الموضوع توسيع الاتجاه نحو الشرق والتوقف عن الاتجاه نحو الغرب، ام انه الموائمة. هلا قبل شوي كان الوزير جبران بسير كان عنده مؤتمر. نعم. عم بيقول اكيد ان احنا ما فينا ندير دارنا للغرب، للغرب طبعا، ولا للعروبي، بنتجه شرقا، بلبنان بيتفاعل مع شرقه. صحيح. ولكن ما بيترك غربه. صحيح. هذا الكلام اللي انحكى هلا ما بيعطي يعني نوع من الاطمئنان الى رؤساء الحكومه السابقين اللي بدهم يجتمعوا التنان وياخذوا قرار، ام انه بخبرتك او بصداقتك مع تيار المستقبل ومع الرئيس الحريري ومع أهل بيروت، يعني حضرتك. نعم. ونحن كمان نوجه تحية لأهل بيروت وللشهيد شقيقك، يعني الله يخليك. تسلم. الله يعني الله تحية كبيرة. تسلم. هذا واجبنا وهذا شهيد. نعم. في سبيل الوطن. نعم. برأيك هذا الكلام ما بيطمن أنه لا في شيء جديد رح يكون طبعاً بلقاء قصر بعض؟ سيد جلال، الموضوع منه بهالسهولة. اليوم ما طرحه سيد حسن نصر الله هو التوجه كليا باتجاه الشرق. يعني لما بنقول التوجه باتجاه الشرق، يعني هذا واضح انه علينا التخلي عن الغرب. لبنان بلد حر، اقتصاده حر، لبنان بلد منفتح، ومرحب بكل جهد خارجي او اقليمي في هذا البلد ان كان شرقي او غربي، ولكن لا يمكن ان يعتمد اعتماد كلي ان كان في موضوع اعتاد الجيش اللبناني او الاجهزة الامنية، ان كان في الاقتصاد. لا يمكن أن يكون الاقتصاد الحر حر مثل ما هو الواقع في لبنان، ونحن نتجه ونحصر سياستنا الاقتصادية والسياسية في مكان واحد اللي هو في دولتين أو ثلاث دول. ومعروف حاليا الخلافات والتباينات الموجودة ما بين هذا الاتجاه الشرقي ودول الغرب ودول العالم الحر. طيب بس بالزمانات جنرال، يعني يمكن ما كنا خلقانين، بس أنه يحكى انه وقت كان في موسم كسد، يعني الانتاج وتصريف الانتاج بالتفاحة ايام عهد الرئيس كامي شامون، طلب من امريكا او بريطانيا، ما حدا اشترى المحصول، اتصل بروسيا. بس عرفوا الغرب انه اتصل بروسيا، بريطانيا قدمت واخذت ب 13 مليون ليره، كان يمكن وقتها الموازنه مليون ليره تبع الدوله، اشترتهم وما بعرف كبتهم يمكن حتى ما تنقل. صحيح. صحيح. يعني اليوم وقت بتيجي انت بتعمل يعني مثل تفضيل، اليوم الغرب بتلاقي انه كرمال حزب الله عامل عقوبات على الشعب اللبناني، وعامل ما بعرف ما هاد ايران وتركيا تقاتلوا بسوريا وعم يتقاتلوا وفاتحين الخط التجاري. صحيح. يعني في طريقه معينه تتبع. لا شك بذلك. نحن لبنان منه بلد القوقاع، نحن سياستنا منها سياسي هالسياسي المتشددة. نعم. بالتعامل مع الاقتصاد الغربي أو الاقتصاد الشرقي، ولكن نحن في مسلمات في هذا البلد. نحن تاريخنا من أيام الاستقلال وما قبل الاستقلال وما تلا الاستقلال، نحن في عنا خط واضح، خط الانفتاح على كل الدول في كل عدم الاتجاهات. التزمت عدم التزمت، نحن منا متزمتين. في شركات صينية، في شركات روسية تعمل في لبنان، وكبار رجال الأعمال اللبنانيين يتوجهون إلى الأسواق الروسية. حتى الرئيس الحريري عنده صداقات مع. صحيح. مع القيادة الروسية. تماماً. على سبيل المثال، لا ليس هناك من تزمت وتشدد ومنع قسري لهالتجار اللبنانيين ورجال الأعمال اللبنانيين
في عدم التعامل مع الأسواق التجارية في الدول الشرقية أو حتى في دول الاقتصاد الحر في العالم. في هوني معلش استحضرني شغلة عن الرئيس الشهيد رفيق الحريري، حدا من زملائنا لأصحابنا اللي هني موجودين هون وبرا، الدكتور حليم كرم، بيقول أنه الرئيس الحريري وقت زار الصين قال له وقتها رئيس الوزراء تفضل يعني إذا بتحب تستثمر عنا بالصين. هلأ نحن عم نقول يعني للصين تستثمر بلبنان. على كل حال هذا شيء جميل. مشان هيك أنا عم بسألك كقريب من المستقبل والرئيس الحريري، وكبتعرف يعني بتعرف الخبايا الأمور وشو كيف صار، شو تدرج الأمور من 25 سنة لهلأ، ما في مسؤوليات عن الحكومات التي تعاقبت حتى الآن؟ لو وصلنا لهالدرك هيدا. هذا سؤال كثير 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 مهم. أول شيء فيما خص الرئيس سعد الحريري، أنا بعرف تماما أنه كل ما يفيد البلد وكل ما يؤدي إلى استقرار هذا البلد وإلى إنجاح سياسته الاقتصادية يعمل لإله جاهدا دون أي تقصير ودون أي تردد. أما فيما خص سياسات الحكومات المتعاقبة، أستاذ جلال، نحن في بلد كلبنان بلد ديمقراطي نظامه برلماني، عندنا كل 4 سنين انتخابات نيابية. المنطق يقول أنه من يربح الانتخابات النيابية، من يحصل على الأكثرية في الانتخابات النيابية هو من يشكل حكومة تدير سياسة هذا البلد. نحن في لبنان من أيام الرئيس رفيق الحريري، أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ونحن نحاول تدوير الزوايا. كيف؟ يعني نعمل انتخابات نيابية، يربح فريق معين، يجب أن تكون الحكومة المؤلفة أو المشكلة بعد الانتخابات النيابية هي حكومة توافقية، حكومة من كل اللبنانيين، حكومة جامعة. هذا شيء كثير منيح بالشكل، وهذا شيء كثير يعني إجرائيا، ولكن في التنفيذ لا يمكن أن تكون حكومة تجمع تناقضات البلد وتستطيع أن تؤمن إنجازات. أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري هالرجل كان مارد، كان عنده علاقات هائلة ورائدة مع كافة دول العالم، كان بشخصيته كان يقدر يحقق إنجازات رغم العصب الدولي اللي كانت توضع دائما ورغم كل الصعوبات والحواجز والألغام وحقول الألغام اللي كانت تنحط في وجهه. اليوم من أيام الرئيس سعد الحريري وقتها يعني لنكون منصفين، يبقى في حتى كان يصير في خلاف بينه وبين السنيورة، بين رئيس السنيورة، لأنه بيبقى في مشروع بده 10 مليون دولار، يقول له ايه هو بكلف 5 مليون بس نحن بدنا نعطي 10 بدنا نوزعها. طب ما كمان واحد بكون يعني اوكي بيعمل اخ ابو عبد اللطيف انه مش بهالسهوله بيدور الزوايا، بس كان يفرق على الكل لحتى بس ما يكون في مشكل داخل الحكومه. مش بهالسهوله استاذ جلال، هيدا اللي انا عم اقوله. لما بيكون في اعتراضات، اول شيء الرئيس رفيق الحريري ما كان بهالطريقه اكيد يوزع هالاموال اللي نحن متنعمله، قصدي انه من باب الايجابيه يعمل مثلا انه كل العالم بصراع مع الوقت. كان البلد بصراع مع الوقت، كنا نحن بهديك الايام يا استاذ جلال البلد طالعين من حرب بدات سنه 75-76 بحرب السنتين، لحقها الاجتياح الاسرائيلي سنه 82، لحقها بال 84 مشاكل داخليه انتفاضه سنتين، واستمرت تلاها الحروب العسكرية اللي صارت ما بين الأطراف اللبنانيين. كان الرئيس عون في قيادة الجيش، وحصل ما يسمى حرب التحرير وحرب الإلغاء إلى آخره. هون هالحروب المتتالية اللي مرت على دمرت هذا البلد. خطوط التماس اللي كانت موجودة في بيروت بدأت سنة 75 وأزيلت مع الرئيس كان بدأ أعمار سنة 92. كان البلد بحاجة إلى همة عالية جدا لحتى تقدر تجتاز كل الصعوبات وتلحق السنوات الكثيرة الكبيرة اللي كانت سنوات حرب وسنوات دمار وسنوات خلاف بين اللبنانيين. كان الوقت عامل كثير كثير مهم، وكان في الوصاية السورية، وطبعا كانت الوصاية السورية موجودة. طيب ب 98 نعم صار في ثورة الدولية بهي 6 أيار إذا بتتذكر. يعني بفترة انتقالية كم شهر رئيس الصلح، ثم استلم الرئيس رفيق الحريري. برأيك هل يمكن المقارنة بين الدولار اللي طلع وقتها للألفين وكانت قامت لقيامة وخربت الدنيا وطارت حكومة الرئيس كرامي، وطبعا إجا رئيس صلح على فترة انتقالية بعدين إجا رئيس رفيق الحريري، هل نحن
بذات الصورة أم أنه الأمور متفاقمة أكثر الآن؟ بالرغم من تشابه الحالات فيما خص الوضع الاقتصادي وغلاء الدولار، ولكن لا يمكن المقارنة بشكل واضح وعادل ما بين الفترة اللي فترة 92 واللي سبق واللي سبقت تسلم الرئيس الشهيد رفيق الحريري لسدة الحكم كرئيس حكومي، وما بين المرحلة الحالية. نحن سنة 92 مثل ما قلت بالسابق استاذ جلال، ما بين ال 75 ما بين ال 75 و 92 عندنا حوالي 17 او 18 سنة، هدول كانوا كلياتهم سنوات حروب. نعم. وكان السنوات دمار. نحن بنعرف انه سنوات خارجية. اذا 15 سنة بترجع البلد 30 سنة لورا. لا يمكن 15 سنة لا يكفي، ما بيكفيهم 15 سنة اعمار. ومثل ما قلت انه بهذيك الايام الله يعني حقيقة حظ لبنان انه اوجد شخصية رائدة قائدة كبيرة كالرئيس رفيق الحريري. طبعا هاي محلية وفي تسوية صارت واجه الرئيس رفيق الحريري. طبعا واستطاع الرئيس رفيق الحريري بامكانيته واستطاع بشخصيته وباتصالاته الدولية وعلاقاته المتميزة مع كافة الدول ان كان في الشرق ولا في الغرب، استطاع هذا الرجل ان يؤمن الامان ان كان من الناحيه السياسيه او الاقتصاديه او الامنيه، حتى بتفاهم نيسان او الامنيه لهذا نيسان اللي عزز المقاومه. يعني ما ننسى انه اول ايام الرئيس الشهيد رفيق الحريري خلال الشهور الاولى من حكمه ازيلت خطوط التماس. الوسط التجاري اللي هلا اليوم من اهم المناطق في لبنان، الوسط التجاري اللي كان خراب واللي كان مسرح حرب ومسرح تعديات، اليوم الوسط التجاري درة من درر الشرق. هذا الموضوع طبعا حصل انجازات هائله بهذيك الايام طيله فتره الرئيس رفيق الحريري. نحن اذا بنلاحظ انه المدارس، الجامعات، الاوتوسترادات، الانفاق، الجسور، الاوتوستراد العربي، جسر المديرج، مطار بيروت الدولي اللي هلا اسمه مطار رئيس الشهيد رفيق الحريري، المدينه الرياضيه الى ما هنالك، المدارس، الجامعات، الجامعه اللبنانيه في الحدث، تجمع الجامعات في الحدث، كل هذه الانجازات اللي استطاع بشخصيته الرئيس رفيق الحريري امنها. من بعد مرجع بقول 15 سنه حرب مفروضه على لبنان، هذه الحرب مفروضه على لبنان، ولكن الفتره اليوم اللي سبقت المرحله اللي احنا فيها، يعني بتأسف أقول يا سيد جلال أنه فترة انكيات، فترة كيدية، فترة كانت العصي على طول بالدوليب، فترة طبعا صراعات داخلية وخارجية، عنا سلاح متفلت، عنا الدولة ضعيفة، عنا قوة أقوى من الدولة موجودة على الساحة اللبنانية. عم تحكي عن هالموضوع. نعم. جنرال محمود الجمل، حضرتك يعني بتعرف استراتيجية الدفاع عن لبنان. نعم. إن كانت على المستوى المحلي أو على المستوى الذي يحيط بلبنان. نعم. برأيك هل يمكن الآن بهيك ظروف وبهيك تحديات إقليمية وقانون سيزر اللي رح نحكي عنه بآخر الحلقة، أنه يعني أنه استراتيجية دفاعية، أنه سحب سلاح حزب الله أو تحييد سلاح حزب الله والاعتماد فقط على سلاح الجيش اللبناني، هل يمكن؟ طبعا يمكن. كيف؟ طيب سيد جلال، كاستراتيجية دفاعية بحد ذاتها. طيب. تنحكي عن استراتيجية دفاعية. نعم. استراتيجية دفاعية الوطنية التي تشرف عليها الدولة بعقيدتها القتالية. نعم. بأجهزتها الأمنية. نعم. من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولي. نعم. إلى ما هنالك، هذه الاستراتيجية يوم اللي بتحدد العدو، بتعرف عدوك من هو على وبتعرف سياستك الاقتصادية والدولية كيف رح بتكون، على أساسها تستطيع تحديد استراتيجيتك الدفاعية. نحن يعني شو لازم نعمل؟ رح أقول لك شو لازم نعمل. اليوم بدي أحكي كلمة أول شيء عن السلاح وعن تطور السلاح. لا. إذا بتسمح لي، إذا الوقت بيسمح لنا. لا، بنحكي قد ما بدك وبنرجع كمان منقارن المقاومات اللي صارت بخارج فرنسا بالجزائر. تماما. استراتيجية دفاعية المطلوبة اليوم هي وضع إمكانات الدولة، كافة إمكانات الدولة في خدمة هذه الاستراتيجية. حددنا العدو بعد اتفاق الطائف، بعد اتفاق الطائف تحدد العدو اللي هو العدو الإسرائيلي.
بالرغم من تفاوت النظرة إلى سلاح الداخل وإلى كيفية بناء هذه الاستراتيجية الدفاعية. يعني على سبيل المثال القوات اللبنانية تؤمن بأن هذه الاستراتيجية يجب أن يسيطر عليها، يجب أن تكون تحت راية الدولة، والجيش اللبناني هو العامل الأساسي في تأمين هذه الاستراتيجية وفي الدفاع عن وحدة البلد والدفاع عن الأخطار الخارجية اللي بتهدد. هاي نظرة. هذه ولكن في نظرات، في في مخص، في وجهات نظر، في شوية تباين في مخص النظرة إلى العدو. يعني حددنا مين المسؤول ومين القيم على استراتيجية دفاعية، ولكن لم تظهر بوضوح من هو العدو وإلى باتجاه وين بتروح هذه السياسة الدفاعية. زملائنا بالحزب التقدم الاشتراكي يؤمنون بأن هذه الاستراتيجية يجب أن تكون تحت راية الدولة وفي ظل الدولة والجيش اللبناني يشرف عليها، ولكن في نوع من الخجل باتجاه سلاح حزب الله، أنه لا، خلي السلاح بإيد حزب الله ويمكن أن نستفيد منه كعامل مقاوم باتجاه العدو الإسرائيلي. تيار المستقبل بيقول أنه إيه، نحن السياسة الدفاعية يجب أن تكون منبثقة أول شيء يشترك فيها كل اللبنانيين، لأن الدولة هي طبعا الشعب والمؤسسات والأرض طبعا. نعم. والدولة اللبنانية هي المسؤولة أولا وأخيرا بجيشها وقواها الأمنية الذاتية، هي المسؤولة عن تنفيذ هذه الاستراتيجية الدفاعية وتأمين الحماية للبلد والدفاع عنه إن كان في الداخل أو في الخارج. يعني قرار الحرب والسلم والميدان، قرار الحرب والسلم والميدان يجب أن يكون في أيدي الدولة اللبنانية والدولة اللبنانية وحدها. طيب نحن نسلم، ولكن راح أقول شغل. هذه الدولة اللبنانية منها كيان مستقل مجسد، منها مجموعة أشخاص جايين من خارج لبنان أو ما بنعرفهم. هذه الدولة اللبنانية نحن بعد اتفاق الطائف طبعا تحدد أنه الدولة اللبنانية لبنان وطن كامل مستقل نهائي لكل أبنائه. كل أبناء لبنان يشتركون في بناء هذا الوطن وإلهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات دون استثناء. دون استثناء. اليوم نحن العدو الإسرائيلي خارج الأرض اللبنانية طبعا في مزارع شبعة، مزارع شبعة وتلك فرشوبة، إذا بتحب نحن بنحكي عنها بعد شوي، هذه إلها وضع خاص. طيب بس إلها وضع خاص. استراتيجية. هلأ نحن في استراتيجية، في القوة العسكرية والقرار السياسي. نعم. قرار الحرب والسلم تعتبر أنه لازم يكون بإيد الحكومة، يجب أن يكون في إيد الحكومة اللبنانية، الحكومة الوطنية التي تضم كافة شرائح المجتمع اللبناني كقاطبة. نعم. نحن اليوم ليش بدنا هالاستراتيجية تكون فقط بإشراف الدولة اللبنانية؟ نحن عندنا جيش قادر. هون رجينا على قوة التنفيذية. جيش قادر. طيب قوة الميدانية التنفيذية، هل يستطيع الجيش وحده أنه يقدر ينفذ استراتيجية الدفاع؟ تماما. شو الفرق؟ إذا كان قوة مسلحة لبنانية موجودة خارج الجيش اللبناني وأخذ قرار الدفاع عن لبنان ولكن بشكل مستقل. وشو الفرق إذا كان هالقوة هاي اللي هي جزء من الشعب اللبناني؟ نحن ما بنقول المعادلة المقدسة اللي هي الشعب والجيش والمقاومة. طب شو الفرق بين الشعب والجيش والمقاومة؟ ما هذا الجيش هو من هذا الشعب، وهذه المقاومة هي جزء من اللبنانيين، هي جزء من هذا الشعب. يعني نحن ما بدنا نفرق بهل نقول الجيش لوحده والشعب لوحده والمقاومة لحال. نحن شعب واحد، إذا كنا شعب واحد يجب أن يكون لدينا جيش واحد وقوة عسكرية واحدة وقرار في السلم والحرب قرار واحد، والإمكانيات اللي موجودة عند كل الأطراف يجب أن تسخر داخل الجيش اللبناني وداخل الأجهزة الأمنية اللبنانية. لا حل لبنان إلا في هذه الطريقة، لن يكون هناك قرارات سياسية وقرارات عسكرية. ويمكن معلش بال2006 ما حصل هو إعلان قرار الحرب، إذا ما هي إعلان قرار الحرب إعلان قرار الدفاع ضد العدو الإسرائيلي، ولكن بقرار مستقل اتخذه حزب الله ضد العدو الإسرائيلي وقت اللي هاجم الأراضي اللبنانية. بس استطاع هزم العدو. نحن معلش الهزيمة لا يمكن أن تكون هزيمة صمد حزب وصمد لبنان كله.
لبنان اللي صمد يا سي جلال. طبعا كان نحن كان نحن الشعب اللبناني الشعب اللبناني كلياته وقف مع ضد العدو الاسرائيلي، والشعب اللبناني كلياته احتضن ما تبقى من الشعب اللبناني، احتضن المهاجرين، فتحت البيوت وفتحت المباني. يعني معناتها انه في وحدة حال بين الشعب، يعني اذا ما قلنا الشعوب اللبنانية شعب اللبناني، لكن هون في لا يمكن ان يكون الشعب اللبناني الا شعب واحد. طيب لكن رغم التباينات السياسية ورغم الخلافات على قرار السلم والحرب وعلى استراتيجية الدفاع. ليش لكن التوجس من فريق لفريق، مكون لمكون، حدا بخاف من الثاني؟ يعني التوجس من مين؟ خلينا نوضح الامور. يعني التوجس من مين على مين؟ ما هي انه اليوم بقول لك انا اذا هالسلاح المقاومة صار القرار تبع قراره او انضوى كله بشكل كامل تحت الدولة، يمكن في فئة معينة او مكون معين من الشعب اللبناني بحس حاله انه ضعيف. يا استاذ جلال ليش بده يضعف؟ اليوم هالفريق الخائف على نفسه او اللي ممكن يكون خائف على نفسه اذا سلاحه استغنى عنه لصالح الدولة اللبنانية وكان هو فريق منخرط بقوة وبفعالية داخل القرار السياسي اللبناني، لشو بده يخاف؟ اليوم هذا الفريق هو له القرار الاساسي في الحكومه اللبنانيه وفي اداره دفه الحكم في لبنان. ما فيك تقول انه هذا الفريق بس يتهم بانه هو عم يستقوي بسلاحه. يمكن ان يخاف من مين؟ ما هو يتهم بانه عم يستقوي بسلاحه. لا يمكن هذا السلاح اذا كان بايد هذا الفريق، لا يمكن هذا الفريق ان يكون عنده عامل خوف من باقي الافرقاء اللبنانيين. طيب ما هو مسلح. طيب وقت بتستعصي الامور مش لازم يقعدوا ويحكوا بشكل كتير صريح؟ هذا مطلوب في جلسات الحوار السابقة. نحن العمل 23 جلسة حوار. طب ما توصلنا لنتيجة. عدم التوصل إلى النتيجة آنذاك كان بسبب الإصرار على التمسك بهذا السلاح. نحن بنقول هذا السلاح مش حينكب البحر، هذا السلاح مش حيسلم إلى دولة في الخارج، هذا سلاح يجب أن ينخرط في الدفاع عن الدولة اللبنانية وعن الأرض اللبنانية المقدسة وعن الحدود اللبنانية وضد أي عدو خارجي. عندما ينضوي هذا السلاح تحت شرعية الدولة وتحت شرعية الجيش اللبناني، أنا اللي بقوله ليش ما يستوعب عناصر حزب الله وكافة الشرائح اللبنانية في الأجهزة الأمنية اللبنانية؟ شو الصعوبة بهذا الموضوع؟ نحن بفترة من الفترات بالتسعينات كان في عنا احزاب لبنانيه وكان في مسلحين وكان في اطراف مسلحه وغير مسلحه. حصل ما يسمى الاستيعاب في الدوله وكانت تجربه كثير ناجحه. اليوم في ضباط كبار بالدوله اللبنانيه كانوا موجودين بالاحزاب وحني هلا ولاهم للدوله اللبنانيه وللجيش اللبناني مطلق. طيب شو الخطر بانه فرعي نجمع هذه الطاقات تتضافر هذه الامكانيات طالما العدو حددناه، طالما اتفقنا على هذا العدو وقلنا انه عدونا الاساسي والرئيسي هو العدو الاسرائيلي، طالما كمان متفقين كلنا سوا انه الارهاب هو عدونا كلنا، نحن كيف فينا نحارب الارهاب؟ كيف كان فينا نحارب الارهاب لو ما وقفت الشعب اللبناني كله سوا خلف الجيش اللبناني والدولة اللبنانية؟ عن الارهاب نعم. كان يقول حزب الله المقاومة تقول انه نحن لو ما كنا موجودين بسوريا الارهاب كان بده يجي لهون ابدا وشقيقك الشهيد. نعم. يعني نعرف كيف يعني في بالنتيجه. كنت عم بسالك سؤال فرعي لنرجع للموضوع، انه هل يمكن ادخال مثلا شباب عم بيقاتلوا عم بيقاوموا عندهم عقيده معينه، هل يمكن ادخالها بالجيش مثلا؟ نعم. كيف ممكن حتما يمكن ادخالها في الجيش طالما نحن متفقين على الامور المصيريه، الامور الكبيره، العناوين الكبيره. من هو العدو؟ من هو الصديق؟ حدود بلدنا، استقلال لبنان، محاربة الإرهاب، محاربة التطرف، الأمور الأساسية، المسلمات الأساسية نحن متفقين عليها. إذا أنا أحب هذا المسؤول أو ذاك هذا لا يقدم ولا يؤخر. بدي أعطيك تجربة أنا بس مقاومات برا كيف؟ أستاذ جلال، الجيش اللبناني مدرسة لا مثيل لها، لا مثيل لها على وجه الأرض. هي المؤسسة الوحيدة الجامعة الكل هلا يعني. هذه المؤسسة لولاها لما في لبنان، مع احترامي لكل من ضحى في سبيل هذا البلد. المقاومات ضد العدو الإسرائيلي من سنة 75 وما قبل 75، المقاومة ضد العدو الإسرائيلي موجودة، وفي مش حقول عشرات الشهداء، في مئات بل آلاف الشهداء. بتبلش الشعبية كيف؟ فئات آلاف الشهداء موجودين، وقسم كبير منهم لا زال مزروع في أرض الجنوب، مدفون في أرض الجنوب، موجود
من قتل بيروت قتل من استشهد نعم. من كافة المناطق اللبنانية من كافة الطوائف ومن كافة المذاهب، ولا تزال أجسادهم الطاهرة مدفونة في أرض الجنوب الطاهرة. هيدا كان عم يحارب، ما كان عنده هدف أبدا، كان عنده عقيدة اسمها القتال العدو الإسرائيلي والدفاع عن أرض لبنان. هيك وفجأة حصرت المقاومة في طرف معين. ليش حصرت المقاومة في طرف معين؟ لأنه نحن بفترة معينة دخلت سوريا إلى لبنان، وسوريا لم تدخل إلى لبنان إلا بتوافقات سياسية غربية ودولية، وكلفت أو كلف النظام السوري بتنفيذ مهمة معينة في لبنان، وبقي في لبنان من سنة 76-77 حتى 2005 زمن استشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري. طب إذا أخذنا نموذج تفاهم نيسان اللي كان الرئيس رفيق الحريري، هو حضرتك قلت لي أثناء الحوار إنه هذه المقاومة انتصرت على العدو الإسرائيلي. أنا بقول صمود هذه المقاومة، وفي وقتها آنذاك كان الشعب اللبناني كله ملتف حول المقاومة، ولكن هذه المقاومة لم تكن تستطيع أن تصمد لولا وقوف الجيش اللبناني والدولة اللبنانية ورجال السياسة اللبنانيين. نحن بنعرف اتفاق نيسان كيف صار. اتفاق نيسان صار بجهود جبارة بذلتها الدولة اللبنانية وقتها، كان الرئيس الشهيد وأركان الحكم. هذا التفاهم هو شرع المقاومة، وهو اللي أطلق المقاومة، ولو كان ما كانت النية حيد المدنيين وجعل المقاومة محمية من المجتمع الدولي كلياته. طب مين بيحكي فيها هذه هلا؟ طيب هل ينظر لها؟ طيب إذا كان ذلك نموذج، نعم. اليوم في فرصة معينة. أنا بدي أقطعك شوي صغير استاذ جلال. نحن بال2006 وقت اللي دخلت إسرائيل على أثر قرارنا بالاشتباك مع العدو الإسرائيلي أو النزال معه في حرب، اللي كانت حرب برجع بقول مدمرة على لبنان. بعد منها أو خلالها حصل بعض التصريحات انه لو كنا نعلم انه حيصير هيك بلبنان ما كنا فتنا يعني هذه النية طيبة يعني. فنحن بعد قبل نهاية الحرب، هذه الحرب بثلاث أربعة أيام، وبرجع بقول كلنا ضد هذا العدو الإسرائيلي الغاشم. نحن أنا أول كلمة عند استشهاد العقيد الشهيد نور الدين جمل قلت كنت بتمنى هذه الشهادة ما تكون في مكان الاستشهاد في البقاع، كنت بتمنى أن تكون ضد العدو الإسرائيلي لحتى نرفع راسنا أكثر وأكثر قدام الناس. كنت أتمنى وكنت أنا أتمنى أنه إذا بدي استشهد ضد العدو الإسرائيلي، لأنه هيدا حلمنا قتال العدو الإسرائيلي، وهيدي التربية الأساسية طيب اللي إحنا ربينا عليها من أول أبو فرنا. المخططات الخبيثة الخارجية ما فيك نعم. ما فيك تحسب لها إلا وقت المصير. طبعا يعني. طبعا بال2006 سي جلال كان على رأس الحكومة الرئيس فؤاد السنيور. وكان عم بصرح وأنا بأكد لك وأنا بأكد لك 13 شهر كان عم بصرح ببعض طبعا. وأنا بأكد لك أنه قبل الإقرار 1701 بيومين كان كل من تورط في هذه الحرب يتمنى أن تقف الحرب، تتوقف فورا الحرب مهما كان الثمن. وأنا أكيد لو كان استمرت الحرب 3-4 أيام كانت الشروط اللي حتكون على لبنان أقصى وأقصى، ويمكن كان لبنان مضطر أنه يقبل فيها. أنا اللي بدي أقوله دبلوماسية هالتقارب اللي بدي أقوله أنه نحن هون أحقية وسلامة أن يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة. خلي الدولة تتحمل مسؤوليتها. يوم اللي الدولة تتحمل مسؤوليتها بتأخذ هذا القرار. نحن واجباتنا كشعب لبناني كلنا نلتف حول هذه الدولة. قبل ما ناخد فاصل بس سؤال دقيقة. هذا المفهوم وهذا السياق يعني رؤساء الحكومة هل ممكن يعني يكون في عندهم فكرة أنه التنين ياخذوا قرار يطلعوا على 25 على نهار الخميس يطرحوا بكل صراحة؟ سيد جلال أول شيء أنا بدي أقول لن يكفي لقاء واحد، لن يكفي هذا اللقاء للاتفاق على كل نقاط الخلاف أو نقاط التباين الموجودة بين الأطراف السياسيين أو الأطراف شرائح هذا البلد. أكيد ما رح يكفي هذا اللقاء. بعتقد رح يكون في دعوة من رئيس الجمهورية إلى رص الصفوف وإلى وضع اليد اللبنانيين يعني فيما بينهم عناوين عريضة يعني. حتكون عناوين عريضة، وتمني على أن يكون تتضافر هذه الجهود للتغلب على صعوبات المرحلة القادمة. بعتقد ما رح يكون فيها
طروحات أساسية، إن كان سلاح حزب الله أو استراتيجية دفاعية ولا تغيير أو تغيير حكومي، ولكن يجب أن يوضح أو يوضح الرئيس أو أوساط الرئيس أو أوساط الأسر الجمهوري برنامج أو جدول الأعمال. عند تحديد جدول الأعمال يبنى على شيء مقتضى. جنرال محمود الجمل، رح ناخد فاصل ونرجع نحكي، بركي بنحكي عن شؤون العاصمة اللي هي تعرضت لبعض. مشاهدينا الكرام، عودوا معنا بعد هذا الفاصل. من جديد أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام. جنرال محمود الجمل، منرحب فيك مرة تانية. الله خليك، تسلم. بدنا نحكي عن بيروت شؤونها وشجونها، ولكن بهذا العصر هل هو ذاته المقاومة الشعبية مثل العصر الغابر؟ يعني بتبلش مثلا بتصير مقاومة شعبية، مقاومة وطنية، وما بعرف. برأيك تطور المقاومة بلبنان هل انتقل من عصر لعصر، أم أنه هو ذات المقاومات وين ما كان بالعالم؟ أستاذ جلال، عمل المقاومة منه جديد. عمل المقاومة على مر العصور من مئات السنين وبل آلاف السنين. نعم. كل بلد يحتل أو تحتل أرضه يجب أن يلجأ إلى عمل المقاومة الشعبية. المقاومة الشعبية يعني كل شرائح الشعب يجب أن تشترك في مقاومة هذا العدو حتى إزالته عن أراضيها كليا. كلهم معنيين. نحن إذا بناخذ بعض الأمثلة عبر التاريخ، بكوبا، بدول بآسيا، دول آسيوية، بدول أمريكا اللاتينية، وفي فرنسا بالحرب العالمية الثانية. فرنسا احتلت، باريس احتلت، العاصمة الفرنسية، أشهر عاصمة في العالم احتلت. نشأت المقاومة. دائما المقاومات تنشأ عندما يحتل أو تحتل الأرض في أماكن نائية، أماكن صعبة، صعبة على المحتل أنه يوصلها. نعم. في الجبال، في الوديان، أو على الحدود في دولة متاخمة لهذه الدولة المحتلة، وتؤمن قطعة أرض يتمركز فيها المقاتلون أو المقاومون، وتبدأ الشرارة من هناك باتجاه الأرض المحتلة. حق مكتسب لكل الشعوب، ولا يستطيع أحد أن يقف ضد هذا الحق. تبدأ المقاومة من خارج الحدود أو من أماكن نائية متمعنة، ويبدأ تتمدد، وتبدأ المقاومة بالتمدد، ويبدأ تحرير الأرض، وتبدأ المساعدات من دول صديقة أو من بيئة حاضنة. إيه طبعاً، يجب أن تؤمن البيئة الحاضنة. نعم. والمساعدات من الأصدقاء إن كانوا دول أو أفريقيا، ويبدأ تحرير الأرض تباعا رويدا رويدا، تكبر المساحة اللي المقاومة تستولي عليها أو تصير أو تحررها. كل ما كبرت المساحة حتكون على حساب المحتل. عندما منصير نحن بمرحلة متقدمة من التحرير، تحرر ربع البلد أو تحرر 30-40% من البلد، يبدأ الالتفات إلى مؤسسات الدولة. من هذه المؤسسات ما يكون كان موجود بالسابق واعتدي عليه أو احتل أو دمر، نعيد إحيائه، تعيد، ترجع تتمركز فيه، ترجع بتنشطه، ترجع بتطلقه. ليه؟ لأنه يجب مع تحرير الأرض يجب أن يكون من يدير الشعب، اللي هالشعب بده يبلش يرجع، وإذا كان قسم منه قليل بعده موجود وقسم كبير حيكون منه مهجر، حيبلش يرجع على أرضه وعلى بيوته. يجب أن يكون هناك سلطة سياسية تدير إدارة أو تؤمن إدارة هذا الشعب، وتستمر العمليات من كمائن، من إغارات، من عمليات خلف خطوط العدو إلى ما هنالك، ويربك العدو مع الوقت، مع كبر الخسائر، مع يبدأ العدو بالانسحابات. آخر شيء بصير موجود بتجمعات، بحاول يحصل حاله بتجمعات محصنة حتى يدافع، بدل ما يكون هو مهاجم ومحتل البلد بيلجأ بعدين لعملية الدفاع، وبالتالي المقاومة تؤمن الانتصار، تلو الانتصار. وكل ما تقدمت وكل ما انتصرت وكل ما حققت انتصارات أكثر، كل ما بدأت أركان الدولة تتبلور أكثر فأكثر. مع التحرير تبنى المؤسسات جنبا إلى جنب بشكل متوازي، أم باراليل، تحرير مقابل بناء المؤسسات، بناء المؤسسات كمان يركبوا
بدء نواة الجيش النظامي بالتشكل والنمو. عندما نصل إلى المراحل الأخيرة من التحرير، تكون المؤسسات أصبحت شبه مكتملة، ويكون هذا الجيش أسم الأكبر من المقاومين ومن أبناء الشعب اللي كانوا عم يقاوموا العدو، نضوه داخل هذا الجيش. عند التحرير بالكامل يكون يعني هذا الجيش قد اكتمل، بعدين يبدأ بعدين تجهيزه وتطويره وتحديثه. يعمم هذا النموذج حتى ببلد فيه 18 طائفة؟ يجب هذا النموذج، هذا النموذج هو مثالي في بلد فيه عدد من الطوائف والمذاهب. اليوم اللي بدي أقوله أنا يا أستاذ جلال، حررنا الأرض، حررنا الأرض. وجهة نظر يعني حلوة، حررنا الأرض جديرة سنة 2000، انسحبت إسرائيل، العدو الإسرائيلي انسحب من أرض الجنوب، وأعلن أنه ترك الأراضي اللبنانية كليا. ماذا حصل؟ بدأت الدولة بالإعداد للاحتفال بالنصر، بدأ الشعب اللبناني يسعى إلى قطف ثمار هذا النصر. وعندما طلب إلى الجيش اللبناني التوجه إلى الجنوب للقيام بواجبه والدفاع عن هذه الأرض، كان في اعتراضات كثير كبيرة، وبالتالي نهر من طلب آنذاك بذهاب الجيش إلى الجنوب. كان الخطر موجود. لا، ما كان الخطر موجود، الخطر موجود دائما. هلا ليش هلا ما في خطر؟ خطر العدو الإسرائيلي يا أستاذ جلال، خطر العدو الإسرائيلي دائم وقائم إلى الأبد. طالما إسرائيل، طالما هذا العدو محتل ومغتصب أرض فلسطين، طالما نحن على عداء جوية، بدنا نبحث بشكل جدي. هون يجب أن تبني شيء ثابت ودائم وشامل من كل أفرقاء ومن كل شرائح ومن كل قوى الشعب اللبناني، على استراتيجية برجع بقول دائمة وثابتة. نعم. وممتدة عشرات السنين. نحن ليش ضل الخلاف، وليش ما طبق ما قلناه عن ما طبق في غير المقاومات؟ اليوم قالوا لنا انه بعد في مزارع شبعة وتلال فرشوبة، تمام، هذه ارض محتلة وهذه ارض مقدسة، لن نسكت عنها، لن نفرط بها. ولكن اذا نحن نرجع شوي صغير بالتاريخ لورا، مزارع شبعة وتلال فرشوبة احتلهم العدو الاسرائيلي امتى؟ احتلوا سنة 67 أثناء احتلاله لأراضي ثلاث أربع دول عربية، يعني 2-4-2 خاضع. يطبق على المزارع شبعة وعلى تلالك فرشوبة ما جاء في القرار 242، قرارين 242 و338. هون نحن من وقت تطبيق هذين القرارين لم نحرك ساكن في هذا الاتجاه. طيب بس ال 425 قد ايه ضلينا؟ 425 اللي ال 425 صدر مباشرة بعد احتلال اسرائيل، العدو الاسرائيلي لارض الجنوب، وانشاء ما يسمى بالشريط الحدودي عام 1972. على كل حال بعد في معنا شوية وقت بدنا نحكي عن بيروت، يعني ما في كثير. بيروت التي كمان شاركت هي بالمقاومة ضد العدو الاسرائيلي. ليش عم بحسوا اهلها انه في افتئات على حقوقهم ومصالحهم؟ بيروت كان لها الايد الطولة بتحرير لبنان من العدو الاسرائيلي. لانه اول عمليات التحرير ودق اول اسفين في نعش العدو الاسرائيلي لما كان محتل الارض اللبنانية على اثر 1980، على اثر الاشتعال الاسرائيلي 82، نشأ من بيروت، ظهر في بيروت، البطولات بدأت في بيروت، حوصرت بيروت وكانت بيروت محاصرة. ما يقارب 3.5-4 أشهر. وكانت بيروت فاضي، كان فيها ابن بيروت في هذيك الأيام. وعندما بدأت المقاومة في بيروت، آمل العدو الإسرائيلي، ناشد أهل بيروت أنه ما تطلقوا النار علي، نحن سنخرج، تركونا نخرج بسلام من بيروت. واستمر التصدي للعدو الإسرائيلي مش فقط في بيروت، حتى خروجه من آخر نقطة في أرض الجنوب الطاهرة. اليوم بعد هذه التضحيات، لم يكن تضحيات البيروتي أو أهل بيروت فقط في سنة 82 بعد الاحتلال الإسرائيلي. بيروت تتحمل ما لا يحتمل، بيروت
تعاني منذ ما قبل 58 ومر عليها أزمات ومر عليها حروب وبيروت احتملت الشعب اللبناني كله. كانت كل الأزمات وكل الحروب وكل المعارك اللي كانت تصير إن كان في الجنوب ولا في طرابلس ولا في الشمال ولا في أي مكان، كانت بيروت ملجأ لكل العالم. اليوم وين بيروت؟ وين بيروت من المشاركة في القرار اللبناني؟ اليوم أهل بيروت الإدارة. أهل بيروت يعانون يا سي جلال. وين الرئيس سعد الحريري؟ يعانون. الرئيس سعد الحريري لم يقصر مع أهل بيروت. الرئيس سعد الحريري أكيد لم يقصر، لأنه ما قدمه الرئيس سعد الحريري طبعا هذا العمل لا يكفي أن يقوم به أشخاص، هذا العمل يجب أن طيب بس له رمزية معينة. طبعا الرئيس سعد الحريري لم يقصر. الرئيس سعد الحريري قدم تابع السياسي اللي مشي عليها والده الرئيس الشهيد، إن كان في البناء إن كان في الأعمار إن كان في التقديمات الاجتماعية إن كان في التقديمات المدرسية أو الجامعية. ولكن برجع بقول هذا الشعب لا يمكن أن يقوم شخص واحد بالقيام بواجباته تجاهه. دائما دائما الشعوب يجب أن تتضافر الحكومات ومؤسسات الدولة كافة لتأمين احتياجاتها. هذا البلد يتطلب الكثير يا أستاذ جلال، يتطلب الكثير من الاحتياجات. نحن اليوم بصراحة أول ومصالحة أول، مصالحة بالعمق بالنوايا بالقلب. طبيعي طبيعي كله بيكمل بعض. طب هل رح يقدروا الشعب اللبناني أهل بيروت والشعب اللبناني يقدروا يقاوموا رياح قيصر اللي جاي على المنطقة؟ ما بعد معنا دقيقة بس. طب قانون قيصر، قانون قيصر فرض على النظام السوري. قانون قيصر مطلوب معاقبة هذا النظام على كافة الأعمال اللي قام فيها، خاصة فيما خص مساجينه، مساجين شعبه، المساجين في السجون اللي هي تعد بمئات الآلاف يا سيد جلال، مئات الآلاف. طيب ولا وعشرات الآلاف مخفيين قصرا لحد هلا، ما حدا بيعرف عنه شيء. تركته للحكم السوري يصلح ويمرح 40-50 سنة. طب اليوم شو يعني بدنا نعاقب الشعب اللبناني كمان يعني؟ نحن إذا نحن تعاملنا مع قانون قيصر كما يجب، اليوم مستهدف النظام السوري في قانون قيصر. نحن حتى لا نقبل أن يعاقب الشعب السوري بقانون قيصر. نحن هذا الشعب اللي قدم من تضحيات ما لم يقدم كذلك الأمر أي شعب. نحن نريد الخير لهذا الشعب، ونحن نريد سوريا خير، ولكن سوريا في سوريا ولبنان ولبنان في لبنان. نحن الشعب اللبناني سيلحق إذا نحن ما عالجنا هذا الموضوع بشكل موضوعي وبشكل عاقل. نحن سنتأثر في هذا الموضوع. يعني اليوم في عندنا مؤسسات مطلوب نحن ب من صندوق النقد الدولي بالدرجة الأولى شو مطلوب منا؟ مطلوب منا وقف إغلاق المعابر غير الشرعية، وقف التهريب، إصلاحات جذرية في لبنان. نحن وقت اللي نحن بنقوم في هذه ننفذ نحقق هيدا مش بيكون مطلب أمريكاني أو مطلب غربي نحن عم ننفذه، مطلب هذا مطلب وطني. شو عندنا نحن 30 معبر غير شرعي موجود من اقصى من 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 حدود النهر الكبير الجنوبي من اقصى الغرب الشمال الغرب في لبنان ويمتد الى حدود الجنوب. يعني كل الدول ما بتقدر تضبط كل حدودها، بتقدر تماماً تضبط تماماً يعني. ولكن نحن عندك 650 كيلومتر متعرج تماما يعني. ولكن اقتصادنا اصيب بالانهيار من وراء عمليه طيب. التهريب من وراء المعابر والمرافق غير الشرعيه، من وراء عدم ترك الدولة تقوم بواجباتها. نحن في عنا مرافق وفي عنا مطارات، هذه لا مجال إلا أنه يتم فيها تهريب ويتم فيها عمليات غير شرعية. لازم معالجة الوضع، تسكير المعابر، تقوية الجيش اللبناني، إمداد الجيش اللبناني بالسلاح والعتاد، الاعتماد فقط على القوى الأمنية اللبنانية هو الخلاص لنا من هالبلد، ضمن توافق لبناني شامل، ضمن قرار لبناني واحد في السلم وفي الحرب وفي كل ظروف الحياة على الأرض اللبنانية. العميد الركن محمود الجمل، نحن بنشكرك من تلفزيون لبنان على هذا اللقاء، بنوجه تحية للجيش اللبناني وللشعب اللبناني ولكل من قاوم في لبنان، وتحية للشهيد نور الدين الجمل. شكرا لك جلال، شكرا لك شخصي، شكرا لتلفزيون لبنان. أهلا وسهلا فيك. مشاهدينا الكرام نشكركم ودمتم بخير.